مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى المشهديه وفي مشاهدها. بكل الوسائل المتاحه مقاومو الضفه يتصدون لمخطط الاحتلال في الضم والتهجير وفرض الامر الواقع. ابعد من الامكانيات المتواضعه اي اراده تقاتل الاحتلال اليوم. بكين تحذر واشنطن من اي تواطؤ عسكري مع تايوان. هل تصبح الولايات المتحده اكثر واقعيه في التعامل مع الصين بعد زياره جيك سوليفان؟ تقرير جديد يكشف استخدام إسرائيل إعلانات جوجل لتشويه وشيطنة وكالة الأونروا. ما مسؤولية شركة التكنولوجيا العملاقة في هذه الحملة؟ أم تحت الإقامة الجبرية لما غشا توثق تجربة الحبس المنزلي في معرض فني. مقاومة لا تشبه غيرها. أن تبيع مصدر رزقك لتكون فدائيا، أن تحول مخيما محاصرا إلى بؤرة نضالية، أن تؤلم بوسائلك المتواضعة، أن تفرض قدرك على مسارات الظروف، أن تجهض كل محاولة التدجين وأن تصبح فوق كل ذلك مصدر رعب لعدوك. هكذا هي المقاومة التي تشتبك مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية بالمعنى العسكري المباشر. يحاول المقاومون في مخيمات شمال الضفة صد العدوان الواسع وإحباط العملية العسكرية الإسرائيلية. بالمعنى الاستراتيجي يتصدى المقاومون لمخططات الاحتلال في تهجير أهالي الضفة الغربية وإحلال المستوطنين مكانهم. تريد الحكومة خلق بيئة آمنة لهؤلاء من خلال اجتثاث المقاومة. ربما تقتل إسرائيل مقاومي الضفة وربما تقتل قادة الكتائب، لكن ما لا يدركه الاحتلال أن سياستها هذه تبقى قاصرة وعاجزة عن إنهاء حالة المقاومة في الضفة الغربية. وفي التاريخ القريب عمليات تشهد، وكما العدوان على الضفة الغربية امتداد للعدوان على غزة، كذلك المقاومة هنا هي امتداد للمقاومة هناك. في وقت يدخل الصراع مع المشروع الصهيوني مرحلة جديدة، تلك التي لم تعد تقبل التنازلات أو الحلول الوسطى. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، ماذا تمتلك مقاومة الضفة لمواجهة اعتداءات الاحتلال وأحباط عملياته العسكرية؟ وثانيا، كيف تفشل البيئة الحاضنة للمقاومة مشاريع التهويد والتهجير وإعادة السيطرة على الضفة؟ نجيب عن هذين السؤالين وغيرهما من الأسئلة مع ضيف المشهد الساخن الأستاذ مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أستاذ مروان مساء الخير وأهلا بك وشكرا لحضورك. تفضل. نبدأ بسؤال عام عن التصعيد الإسرائيلي حاليا في الضفة الغربية والذي يفترض أن يستمر أياما عديدة. عن أي هدف أو إنجاز يبحث الاحتلال من خلال هذا التصعيد الآن في الضفة الغربية؟ أنا أعتقد أن هذا التصعيد ليس آني، وبالتالي له خلفية ربما أيديولوجية وتاريخية وسياسية واستراتيجية، بحكم أن هو قائم أساسا على هذا النهج، على هذا المخطط، ويمارس هذه الإبادة. هذا هو أحد أهدافه، أو الذي تحدث عنه في رؤيته اسمه بريتش، يعني الرئيس الصهيوني الديني، الذي قال بأن هناك يعني أما الإبادة أو استعباد الفلسطينيين أو التطهير العرقي، يعني مسألة واضحة. هذه الاستهدافات التي يريدها. هل الآن هل وجد الوقت مناسب؟ هل هو هروب إلى الأمام؟ هل هو محاولة للقول بأن هناك ضوء أخضر؟ عفوا، هروب إلى الأمام من ماذا؟ ماذا أولا، فيه هناك يعني معركة مستمرة مستعصية لا يستطيع السير فيها بنفس المسارات في غزة، فيريد أن يفتح مسارات جديدة، أو أنه لا يستطيع الخروج منها لأنها يعني ستؤدي إلى طرح أسئلة كبيرة حول دور ووظيفة هذا الكيان ودور هذه الحكومة وما آلت إليه. هذا مأزق قائم موجود، ولكن هذا الموضوع بحكم أنه القرار الآن هو قرار المستوطنين. وموضوع الضفة، حتى نعرف يعني مسألة أهمية وأساسية، موضوع الضفة هو الموضوع الأساسي والمحوري في هذا المشروع، خاصة المشروع الاستيطاني. تعرف أنه في الأيديولوجية وفي التوراة وفي غيرها دائما في نظرة لغزة أنها ملعونة تاريخيا، وهناك من تمنى بأن يبتلعها البحر، ندرك هذا الموضوع. لكن الذي خطط للضفة، اللي هي باعتبار اليهود والسامرة، اللي باعتبار أنه فيها القدس، اللي باعتبار أنه فيها الاستيطان، الكتلة الرئيسية الاستيطان التي أتت بهؤلاء على رأس السلطة، وبالتالي هذا ما يقال فيه هو استثمار الاستعمار،
يعني هذه القوى التي استثمرت بالمعنى المصلحة بهذا الاستيطان، لذلك هي تريد أن تؤسس دولتها بكل معنى الكلمة، لذلك هي حريصة على الدولة اليهودية، هي حريصة وأخذت قرار في الكنيسة على اجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية. هم يحملون برنامج واضح يتحدث عن 1,000,000 مستوطن في الوقت القريب. هم يأخذون الآن قرار بالبؤر الاستيطانية، بالمناسبة هم محو أوسلو، أي بمعنى أنهم صادروا صلاحيات ما يسمى بالسلطة الوطنية، هم ينتهكوا بالمناسبة ليس قانون الحرب فقط بهذه الفضاعة التي ترتكب فيها، أيضا هني أيضا يعني انتهكوا قوانين السلم اللي يعني خضوها من خلال المفاوضات، الاتفاقيات. فواضح تماما أنه الآن شكلوا إدارة مدنية صهيونية للضفة الغربية، زي ما امبارح يعني كمان أعلنوا عن مسؤول إدارة مدنية في الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة. هذا يظهر حقيقة الطموحات والأحلام الصهيونية التي ينشدوها، والتي كنا نقول فيها أن المعركة أبعد من غزة، وأن الاستهدافات ستطال للجميع، وبالتالي هذا المشروع لا يمكن صده، لا يمكن. وهذا صار قناعة الشعب الفلسطيني إلا بالمقاومة، لهذه المقاومة شعب يحميها، وهذا شعب خبر من خلال تجربته الطويلة طويلة الأمد أنه يعني بغير المقاومة وكسر هذا العدوان بصراحة لا يريد نجدة من أحد. واضح تماما أنه القدس التي هي ليست ملك الفلسطينيين، ما يتم يعني الآن من إجراءات بخصوصها، وهناك وكأنه يعني هذا الصمت هو عبارة عن ضوء أخضر، يعني ما شفنا حدا سحب سفير ولا طرد سفير ولا يعني مارس أي ضغوطات كانت أو راح لمجلس الأمن. ضوء أخضر من قبل من أستاذ مروان؟ من الضوء الأخضر؟ أنا بعتبر الصمت والخذلان الرسمي العربي هو ضوء أخضر، عدم قدرة العالم والدول والمؤسسات ومحكمة العدل الدولية وغير أن توقف العدوان على غزة هو ضوء أخضر وتشجيع. هذا يجب أن ندركه. ويقال بحسب ما ورد في بعض وسائل الإعلام الأمريكية أنه إسرائيل بشكل معين أخذ الضوء الأخضر الأمريكي فيما يتعلق بالتصعيد وهذه العملية العسكرية الآن في الضفة الغربية، كما طبعا أخذ الضوء الأخضر فيما يتعلق بحرب غزة واستمرارها حتى الآن وعدم التوصل إلى اتفاق. طبعا يعني الراعي الحصري هذا المشروع الصهيوني أنا بعتبر الإدارة الأمريكية، والآن هني طبعا بمرحلة انتخابات معروف أنه يعني الآن هذا المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية وما يحك لها هو مخطط أمريكي. طبعا لازم نعرف أنه السياسي الأمريكي في الشرق الأوسط هي سياسة إسرائيل، ويمكن اليوم أكثر من أي وقت مضى غزة بهذه ال 11 شهر اختصرت واختزلت 100 سنة من الصراع، وبعتقد يعني عرت الكثير من يعني الغشوات التي كانت يعني على وجه العالم. فبالتالي الآن لا يوجد اجتهاد أن نعرف بأن الإمبريالية الأمريكية يعني هي العدو الذي يسعى لزرع هذا الكيان كرأس حربي في هذه المنطقة للإطباق على المنطقة. طيب أستاذ مروان، هل هي فعلا أكبر عملية أو أكبر تصعيد منذ العام 2002 تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية، أم برأيك هو مشابه لكل مراحل التصعيد التي قامت بها قوات الاحتلال سابقا؟ لا، في ما الجديد اليوم في جرعة بالتحشيدات والقدرات؟ في جرعة زايدة، في جرعة زايدة بكل شيء. يعني الآن يمارس في ثلاثي مجنون على رأس السلطة الإسرائيلية، اللي هو اليمين المتطرف الليكودي والديني والقومي، هؤلاء الثلاثة حقيقة في جرعة زايدة، سواء بأشكال القتل ممكن أن تقتل وقتلوا في السابق، ولكن وصلت الأمور إلى هذه الفظاعة في القتل إلى درجة اللا معقول يعني. وأيضا يعني هذا الاستعداد لدخول بحرب ساحقة ماحقة، حرق قتل. فالآن روح الاستيطان، روح هذه الميليشيا تسيطر على الجيش، وهذا هون كمان مسألة أنا بعتقد مهمة. أستاذ مروان، هل فعلا هي أكبر عملية تنفذها إسرائيل اليوم في الضفة الغربية منذ عام 2002 بالنظر إلى التحشيدات والآليات المستخدمة وكيفية الاقتحامات وما تنفذه إسرائيل من اعتداءات الآن في الضفة، أم أن التصعيد مشابه لما كانت تقوم به إسرائيل سابقا؟ اليوم هل هناك أي جديد على صعيد كل هذه النقاط؟ لا، الجديد هي الجرعة الزائدة، وجرعة زائدة لأنها يعني تصاحب يعني الشكل الإبادي الذي يجري بصراحة في قطاع غزة. يعني كانت يعني الحديث عن سور الواقي مثلا مسألة محصورة في يعني في الضفة الغربية، وفي عمليات محددة أدت إلى إعادة انتشار واحتلال
لمناطق في الضفة الغربية. اليوم لا، يعني بصراحة هذا الثلاثي المجنون اللي على رأس السلطة يعني في الكيان الصهيوني، وهذا يمين فاشي وقومي وديني وغيره، نرى أنه هو يمارس الآن كل أحقاده التاريخية مبني على أيديولوجيا أيضا اللي لها علاقة بالإقصاء، اللي كنا زمان لما نقول فيه فكرة الإقصاء، أي أنه يعتبر أن وجود الآخر على هذه الأرض هو نفي لوجوده، وهذه مسألة يجب رؤيتها ووعيها تماما. واثنين، هؤلاء لا يروا بأنه المشروع الصهيوني ينتهي عند هذا الحدود، هو يريد كان يقول طب تطبيق قبل التطبيع مع العرب علينا أن نطبع اليهود مع هذه الأرض، بمعنى أنه يعيد احتلالها مرة ثانية. هذا الذي يمارسه هذا العدوان، وهذا هو الشكل الجديد حقيقة بهذا الموضوع. أستاذ مروان، بالرغم من كل هذه القدرات العسكرية الإسرائيلية وكل هذه الاقتحامات وهذا الحصار للضفة الغربية، الآن المقاومة ما زالت موجودة، ما زالت تتصدى وتطلق النار باتجاه قوات الاحتلال والآليات، وبشكل عام تمنع إسرائيل من تنفيذ مخططها وقوات الاحتلال بطبيعة الحال. ماذا في رسائل جهوزية المقاومة الآن داخل الضفة الغربية بالرغم من كل هذا التصعيد الكبير الإسرائيلي؟ يعني لا شك أنه في إرادة فلسطيني صلبة، وما كما قلت يعني لهذه المقاومة يعني شعب يحميها، وهذا الشعب بصراحة أدرك تماما بأنه كل أشكال التعايش مع هذا الكيان أو مسألة القبول بوجوده، وكل هو لا يقبلك، هو يعاديك، هو أنت عدو فيزيائيا أساسا، فبالتالي ما في إلا هذا شكل من أشكال المقاومة. نحن اليوم بهذه المناسبة نوجه تحية إكبار، تحية مجد لهؤلاء الأوتاد حقيقة الذين أبناء المخيمات بالضبط، وما تعني المخيمات التي تخيف العدو كرمزية قائمة وموجودة سواء كانت بالضفة أو بغزة أو بالشتات، لأن هؤلاء يذكروهم بالنكبة الأولى عام 48 والإبادة الأولى عام 48. لكن احنا عندنا الآن نماذج مثل شهيد أبو شجاع، هذا الذي عاش حياته نصف شهيد ونصف مقاوم، هو أخو شهيد وهو كان يعني أصدقاء شهداء وأقارب شهداء، وتعرض لأكثر من مرة كاد أن يكون شهيدا، وأكثر من ذلك كمان يعني حاولوا أن يقتلوه معنويا أيضا بتشويه وتشويه صورة المقاومة. لكن حقيقة اليوم يعني واضح تماما أن أيضا هؤلاء الأبطال أعدوا عدة للمواجهة، صحيح أن بإمكانيات بسيطة، ولكن في الشعوب احنا دائما تعلمنا ان الشعوب الضعيفه بارادتها القويه على كل حال ممكن ان تواجه هذا السلاح الحديث. عن هذه الامكانيات وكيف تطورت اساليب المقاومه سنبقى الان مع هذا العرض المفصل حول هذا الموضوع، ومن ثم نتابع الحديث مع حضرتك. اذا في السنوات الاخيره تطورت المقاومه في الضفه الغربيه من اشتباك فردي او ضمن عمليات مزدوجه او مجموعات صغيره الى كتائب مقاومه. الدور مشاهدينا الكرام تطور من الدفاع عن المخيمات والمدن والقرى وصد اقتحامات الاحتلال إلى الهجوم على المواقع العسكرية ونصب الكمائن والاشتباك مباشرة مع الجنود الإسرائيليين، ومع عودة الكتيبة عادت العبوات الناسفة. في 19 من حزيران يونيو من العام الماضي انفجرت عبوة ناسفة تزن نحو 40 كيلوغراما بمدرعة النمر، كان ذلك في كمين نصبه مقاومون في جنين، ويقال أن تلك العملية دقت جرس الإنذار لدى المستويات الأمنية الإسرائيلية بإزاء خطورة العبوات الناسفة، ودفعت الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف استخدام الآليات المصفحة في الاقتحامات. واليوم يقول المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إن العبوات الناسفة هي التي حركت العملية العسكرية الراهنة ببارود يطحن في ماكينات صنع القهوة، صنع رفاق يحيى عياش وعبد الله البرغوثي في كتائب القسام فترة التسعينيات المواد الأولية للعبوات الناسفة محلية الصنع في الضفة مع خفوت الانتفاضة عام 2005 وتفكيك البنى التحتية لفصائل المقاومة بالضفة. غابت هذه العبوات أيضا بعد أكثر من 10 سنوات، صارت الأخبار تنتشر عن انفجار عبوات ناسفة والعثور على بعض خلايا تصنيعها. فعام 2021 شكل محطة فاصلة في تطوير صناعة العبوات الناسفة، فمن مبادرات فردية لتصنيعها إلى صناعة أكثر تنظيما ودقة وفعالية لتصبح سلاحا أساسيا مع كل اقتحام واجتياح. معركة سيف القدس 2021 تناقلت مجموعات المقاومة خبرة التصنيع، ووفقا لما يظهر في بعض المقاطع المصورة تعتمد المقاومة على أدوات
بسيطة لصناعة العبوات مثل أنابيب الغاز وأسطوانات الأكسجين والمواسير الحديدية والتي يتم حشوها بالبارود والمواد السريعة الانفجار، وتضاف إلى بعضها المسامير أو الأدوات الحادة لإحداث أكبر ضرر أثناء التفجير، وأيضا يجري توصيلها بأسلاك وصواعق كهربائية لتفجر عن بعد. غيرت هذه العبوات الناسفة من شكل الاقتحام، بات الاحتلال يستخدم القوة الجوية في اقتحاماته التي أصبحت أكثر تعقيدا وخطرا على حياة جنوده وقدرة آلياته، ومع بدء معركة طوفان الأقصى صار التأثير أكبر ضمن السياق الأوسع للجبهات المختلفة. الآن نعود إلى ضيف المشهد الساخن الأستاذ مروان عبد العال. أستاذ مروان، كيف تنجح المقاومة في تطوير أساليب المواجهة مع هذا الاحتلال؟ وطبعا لا يمكن مقارنة إمكانات المقاومة كان سابقا أو حتى الآن بقدرات الاحتلال العسكرية والاستخباراتية، ولكن المقاومة تبتكر وتطور وبأدوات بسيطة كما تبعنا منذ قليل في هذا العرض. كيف تنجح في ذلك؟ صحيح، يعني أنا قلت أولا في اعتماد على الإنسان وعلى الإنسان، ونقطة أخرى على البيئة التي تحمي هذا الإنسان. هذول أهم مسائل، لذلك احنا بنشوف يعني الأمكنة التي يتواجد فيها المقاومون والأشكال والطرق، هذه مسألة هامة. المسألة الثانية أنه هؤلاء تدربوا بالتجارب، صراحة يمكن انتقلوا من شكل إلى شكل نتيجة الاختبارات العملية. يعني عادة تعرف الجيش والجيوش عادة النظامية بتدربوا بالرصاص الخلبي، يعني الفيشنج. هؤلاء تدربوا برصاص الحي وتدربوا مع العدو رأسا، يعني خاضوا معارك. أنا أتذكر معركة جنين الأسطورية السابقة وجنين الثانية وغيرها، يعني وأيضا يعني الكتائب التي شكلت في أكثر من مخيم، من نابلس إلى دهيشي إلى الآن طول كرم، وطبعا كانت الأساس في مخيم جنين. فلذلك كان يعني شكلت حقيقة، زي ما مرة أطلقوا على مخيم جنين إنه عاصمة العمل الفدائي الفلسطيني، يعني بهذا المعنى، وهي طبعا لها امتداد التاريخي الكبير. ما حدا يعتقد إنه التاريخ المقاومي بدأ من الأمس، يعني هذا جنين القسام بالمناسبة، هذا جنين اللي أساسا لم تحتل جنين، ظلت بالضفة الغربية لأنه ما قدرش الإسرائيلي كان يضمها ب 48، فهو فشل في تحقيق ذلك. فهذا يعني في تدريب، في تراكم، في أشكال من الابتكار حقيقة. تعرف يعني كان في معاناة كبيرة مثلا على القدرة على تهريب أنواع من الأسلحة أو من المواد المتفجرات من الخارج، لكن في شيء له علاقة بفكرة تعليم المقهورين دائما، اللي هو ممكن ينتج أيضا شكل من أشكال الصناعة، يعني أيضا صناعة الألغام وغيرها من العبوات في داخل يعني الأرض المحتلة، وهذه مسألة هامة جدا وفاجأت العدو حقيقة. ولذلك يعني ثقتنا كبيرة بأنه هذا العدو كما حصد يعني الخيبة في مرات سابقة سيحصد الخيبة، لأنه أيضا في رجال أشد وتعلموا من التجارب. طيب، منذ قليل حضرتك أشرت إلى أهمية ودور البيئة الحاضنة للمقاومة، وهي طبعا جزء أساسي من ما تقدمه المقاومة لإفشال مشاريع الإسرائيل في التهويد والتهجير والضم. لماذا حتى الآن فشلت إسرائيل بالرغم من كل محاولاتها ومن كل إمكانياتها وقدراتها في زعزعة بيئة المقاومة الحاضنة؟ أنا برأيي هؤلاء القلة من المقاومين هن التعبير الأمثل عن الحلم الفلسطيني. لما يتجسد فكرة الحلم بصير فكرة التضحية مش قضية فردية، بصير قضية جماعية، وهذا اللي ثبت يعني ما يجري في قطاع غزة. تلاحظ أنه والعدو يعي هذه المسألة، هو يريد أن يبيد هذا البحر الذي يسبح فيه هؤلاء المقاومين، لأنه يعتبر هذا هو البحر، هو الحصان وهو الدفء بهذا المسألة. هذا ليس جيشا يقاتل وهناك يعني كأنه جيش نظام، هذا جيش الشعب رغم قلة عددهم. قد لا يعني ربما حدا يشوف أنه في مبالغة أنه أطلق عليهم كلمة جيش، احنا أطلقوهن عليهم تيمنا كتائب يعني، ولكن حقيقة هن جيش هذا الشعب، يقاتلون بالنيابة عنه، يقاتلون من أجل مستقبله، يقاتلون من أجل يعني حياته، من أجل كرامته. بالمناسبة بصير نزعة إنسانية قضية المقاومة، مش قرار سياسي، مش خيار، بالمناسبة نزعة إنسانية. في حدا يعني بشوف هو صغير كيف اليهودي والصهيوني مستوطن بسمم البير، كيف بطخ يعني صديقه أو زميله التلميذ بالمدرسة،
بشوف كيف بيحرقوا الأطفال، مش حرقوا أطفال قبل ذلك، بشوف كيف بيقتلعوا شجر الزيتون، بشوف كيف بيمارسوا عمليات القصف زي ما بيجري الآن. هل يعني بتعتقد أنه هذا هو رد فعل شخصي؟ يعني مثلا كنت أرفض رفضا قاطعا فكرة الذئاب المنفردة، يعني كأن هؤلاء يعزفون على عزف منفرد خارج إطار كيف الواقع الاجتماعي اللي قائم، هم تعبير حقيقي عن هذه الكينونة الاجتماعية. أستاذ مروان، في بداية حديثك أشرت إلى أنه الاحتلال أخذ الضوء الأخضر بشكل غير مباشر من خلال هذا الصمت الدولي وحتى العربي والإسلامي على هذا التصعيد الإسرائيلي. بداية، كيف تنظر إلى هذا الصمت الآن مقابل هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومن كل هذه المحاولات الإسرائيلية للضم والتهجير؟ هل هذا دليل آخر على أنه فعلا لا يمكن التعويل على أي دور دولي أو عربي أو حتى إسلامي ربما لإجبار الاحتلال على وقف كل هذه المخططات وكل هذا التصعيد، وبالتالي الكلمة هي للميدان والمقاومة هي التي تحدد مسار هذا الصراع مع الاحتلال؟ لا شك أنا من تحدث عن الخذلان وعن الصمت، هناك ما يعني فقط من يخترق جدار هذا الصمت وهي جبهة الإسناد يعني بشكل عام، وطبعا جبهة الإسناد من سواء كان من فلسطين من لبنان أو من اليمن أو من العراق أو من أي مكان حقيقة، هذا هو الاختراق الوحيد. ولكن يعني الشكل الأكثر حقيقة هو مشاركة في الجريمة، لأنه قد تعطي وتعفي يعني في الشهر الأول والثاني والثالث والرابع. الآن احنا كلياتنا كل الناس عم بتقارن، لم نجد نظاما عربيا فعل بمستوى ما فعلت كولومبيا. كولومبيا طردت سفراء، كولومبيا التي لم تصدر وقفت تصدير الفحم حتى صحيح. لا تستخدمه إسرائيل، ولكن لم نجد أحد يعني قطع العلاقات الاقتصادية. هناك من باع المبادئ على حساب المصلحة. سؤال أخير وباختصار لو سمحت أستاذ مروان عبد العال، فيما يتعلق بما يجري اليوم في الضفة وأيضا في غزة، كيف يمكن الربط بين هذين الأمرين وهذه المقاومة إن كانت في غزة أو في الضفة الغربية كما نشهد اليوم، وكيف سيحدد رد المقاومة مسار المواجهة مع الاحتلال؟ أنا بعتقد أنه الآن يعني شكل المقاومة أخذ بعده على مستوى أوسع، ونحن نتمنى يعني شكل المواجهة أن يكون على مساحة فلسطين، كل فلسطين، وهذا ما كنا ندينا فيه في البداية. الآن إسرائيل هي التي دفعت الأمر إلى هذا الموضوع، ربما هذا ما قلته عن الجرعة الزائدة والخطوة الزائدة التي قامت فيها. أرجو أن نستفيد من هذه الخطوة الزائدة، وأهمها أولا وحدة جبهة المقاومة، ومن ثم الغطاء السياسي بقيادة وطنية فلسطينية لتقود هذا العمل. شكرا جزيلا لك على الحضور والمشاركة معنا في المشهدية، الأستاذ مروان عبد العال عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أهلا بك. في اليوم الأخير من زيارته للصين، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي رئيس البلاد شي جين بينغ. ما سمعه جيك سوليفان من الرئيس الصيني هو نفسه ما سمعه من المسؤولين الآخرين الذين التقاهم. التزام بكين بعلاقات جيدة مع واشنطن لم يتغير، لكن الكرة في الملعب الأمريكي للنظر من جهة إلى موقع الصين بعقلانية وواقعية والتعامل مع تنميتها بوصفها فرصة، ولوقف التواطؤ العسكري مع تايوان، وهو ما حذر منه المسؤول العسكري الصيني الكبير تشانغ يوشيا خلال لقائه سوليفان، الذي قال إنه أكد ضرورة منع تحول المنافسة إلى صراع أو مواجهة. لقد أثرت أيضا مخاوفنا بشأن الخطوات التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية وفيما يتعلق بالتقاطع بين الاقتصاد والأمن القومي والتأثير الذي خلفته في الشركات الغربية وسلاسل التوريد. لذا فقد أجرينا مباحثات قوية بشأن هذه القضية. من الواضح أننا لم نتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بجوانب معينة من الأمور، لكنني أعتقد أن الحوار مفيد جدا لأنه يوضح مخاوف كل جانب ويمنحنا أيضا الفرصة لشرح ما نفعله وما لا نفعله، وأعتقد أن هذا كان مفيدا. حول هذا الموضوع انضم إلينا من بكين مراسل الميادين جواد علي. جواد، مساء الخير وأهلا بك معنا في المشهدية. نبدأ بتقييم عام لزيارة جيك سوليفان إلى بكين، وطبعا خلال اللقاءات مع المسؤولين
الصينيين، ماذا كانت تريد أن توصل الولايات المتحدة الأمريكية من رسائل إلى الصين من خلال هذه الزيارة؟ وبكين كيف تعاملت مع زيارة سوليفان؟ تحياتي لك أحمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني يمكن أن أبدأها لك مما عنونته بعض الصحف الصينية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بالقول بأنه ربما كانت زيارة جيك سوليفان بذاتها بحد ذاتها إلى الصين إلى بكين هي أهم من مخرجات هذه الزيارة أو ما أنتج عنها. بشكل عام لنقيم المشهد بنظرة أوسع، يمكن أن أقول لك بأنه الصين أرادت لهذه الزيارة أن تكون أو أن تشكل أساساً لمرحلة مقبلة من العلاقات. أرادت الصين أن تكون على مستوى مصطلحات ضخمة عنونتها بالأمن القومي والاستراتيجية وفنح قنوات اتصال جديدة وتواصل وأيضاً إعادة إحياء الثقة. على ما يبدو بأن من الطرف الآخر من الطرف الأمريكي جيك سوليفان كان بموقع المستمع لهذه المصطلحات، ليس مجاريا على لهذه المفاهيم الكبرى. الأمر بالنسبة للأمريكيين كان أشبه بمحاولة لتحقيق مكاسب مادية عينية آنية. نتحدث عن فترة قرب انتهاء عهد بايدن. جيك سوليفان ديمقراطي أيضا، ربما مع احتمالية إنتاج الحزب الديمقراطي لرئيس جديد هي كاميلا هاريس. كل هذه التفصيلات كانت محاولة من قبل الأمريكيين لتحقيق مكاسب لمرحلة معينة لم تتماهى مع نفس المستوى العالي الذي أرادته بكين بالحديث. وأيضا ترجم هذا من خلال اللقاءات ومن خلال التصريحات. عمليات الضغط التي كانت تمارس من قبل الأمريكيين، تحدثنا قلنا في السابق بأنه بنفس اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض عن نبأ زيارة سوليفان أعلن أيضا عن زيادة مجموعة جديدة من الكيانات الصينية على قائمة العقوبات. نفس الطريقة الضغط مورست، ولكن هذه المرة الحدة في التصريحات وتصريحات المسؤولين الصينيين كانت أقوى من سابقاتها. نعم. جواد، لافت خلال هذه الزيارة أنها تضمنت لقاء من النادر أن يحدث بين مسؤول أمريكي وبين هذا المسؤول الصيني. نتحدث عن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية. ما الذي تم التطرق إلى خلال هذا اللقاء، وأي دلالات يحمل اللقاء بين الرجلين؟ صحيح، وإضافة إلى ما تفضلت به بأنه نحن نتحدث عن لقاء يعني من النادر حدوثه ما بين هذا المسؤول مع الجنرال يوسي الذي هو يشغل منصب نائب رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية، هذه المؤسسة التي تعد المؤسسة العسكرية الأكبر في الصين والتي تدير الجيش وموارده ومؤسساته والتي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بين شخصيا. هذا اللقاء يمكن أن نصفه لك أولا، بالمناسبة هو اللقاء كان مغلقا بالنسبة للصحافة، يعني كانت ربما لمدة 10 دقائق الحديث جرى من ناحية الاستقبال والترحيب وبعدها كان لقاء مغلق. ولكن من المعلومات التي وصلت إلينا وأيضا من قراءة الوجوه والتصريحات وبعض التصريحات التي خرجت ما بعد هذا اللقاء، يمكن أن أقول لك أن نصف هذا اللقاء بأنه ترجمة لمستوى القوة التي وصلت إليها الصين. في السابق نحن نتحدث عن زيارة أرادتها الصين أن تكون على مستوى الأمن القومي وعلى رد الفعل حول في محاولة للمساس بأي من المسائل التي تحدث في الأمن القومي. وجاك سوليفان أنت تمثل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي. في السابق عن من كان يرد عليكم أو على محاولاتكم للمساس بالأمن القومي كانت ربما وزارة الخارجية. تطور الأمر أكثر لتصبح وزارة الدفاع الصينية هي ما تتولى الرد. أنتم اليوم في زيارة مباشرة، ليس فقط يعني تتلقون رد من مؤسسات معينة، أنتم تقابلون رجال التنفيذ. رجال التنفيذ في هذه المؤسسة العسكرية الذين هم إذا ما تطور الأمر، نحن لا نبالغ إن قلنا إذا ما تطور الأمر إلى أي اتخاذ أي إجراء عسكري، فأنتم تقابلون رجال الخط الأول أو خط الأمان. أيضا ما يثبت هذا الكلام بأنه حتى محاولات بعض التصريحات التي قالها سوليفان بأنه المخاوف باتجاه من ناحية الصين بالدعم العسكري لأوكرانيا والدور الذي تلعبه في قضايا الشرق الأوسط وغيرها قوبل بتصريحات أكثر حدة من الجنرال يوسي الذي هو من قال حرفيا بأنكم أنتم تتواطؤون مع تايوان وعليكم مثلا بتسليح تايوان وعليكم إيقاف هذا. أيضا فور انتهاء هذا اللقاء وزارة الدفاع الصينية على الفور قالت بأننا وردا على الاستفزازات الفلبينية التي سوليفان قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تريد دعمها، الصين قالت بأنه للتسامح حدود. أردفتها بشكل مباشر أيضا وزارة الخارجية الصينية بالرد على واشنطن بالقول أنهم يرفضون حتى توسع الترسانة النووية. نعم. طيب جواد، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ما هو الموقف الصيني من هذه أو من هذا الاستحقاق الانتخابي؟ وهل ظهرت إشارات خلال هذه الزيارة من قبل بكين لرؤية أو للرؤية الصينية لمستقبل العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة أو المقبلة؟ أم أقول
أقول لك أحمد أن مسألة الانتخابات كانت من أكثر النقاط التي طرحت، ولكن ليس من قبل الجانب الصيني، من قبل الجانب الأمريكي، وهي كانت من أكثر النقاط التي تم التساؤل عنها حتى فيما بعد اللقاء. جيك سوليفان سئل كثيرا من قبل الصحفيين، وهو نفسه أراد الحديث عن هذا الأمر، إنما ما حصل بأنه الصينيين هم من رفضوا الدخول في هذا الأمر ورفضوا الحديث عن مسألة الانتخابات الأمريكية لسببين رئيسيين. أولا، قول الصينيين بأن هذا الأمر هو مسألة داخلية أمريكية، والأولى بكم أنتم الأمريكيين أن يقولوا هذا التصريح بأنه نعم هي مسألة داخلية وليس لدولة أخرى أن تتدخل. ليقول جيك سوليفان هذا التصريح ولكن بعد انتهاء لقاءاته في مؤتمره الصحفي الأخير، لأنه لم يحصل على أي إجابة أو رد، لأنه كان واضح بأنه الأمريكيين يريدون هنا يعني لا نبالغ قلنا استجداء حل أو طريقة معينة لمحاولة فهم أسلوب الصين أو لمحاولة فهم تعاطي الصين مع أي إدارة أو من تفضله الصين. السبب الثاني لعدم تدخل الصين في هذه المسألة، مسألة الانتخابات، وهو السبب الأهم، بأنه الصين تعي تماما بأنه المسألة ليست مرتبطة بشخص رئيس قادم. الصينيين يقولون بأنه نحن اليوم بمفاهيم أخرى كثيرة تتغير، وجاك سوليفان بالمناسبة هو وقع في هذا الخطأ، فمنذ أول يوم لزيارته ردد وخلال 3 أيام ردد مصطلح أننا نبحث عن منافسة عادلة ومنافسة صحية ولا تنزلق إلى صراع. ولكن الصينيين يعني بمعنى أو بمعنى آخر قالوا له بأنه من قال لك يا سوليفان بأنه الصين اليوم باتت تبحث عن تنافس سواء كان صحيا أم غير صحيا أم عادل. نعم، فبالتالي الأمر بات مرتبط بتشاركية بالنسبة للصين وليس جزيلا تنافسي. لك على المشاركة معنا مراسل الميادين في بكين جواد علي. نشهد اليوم عن شعب غزة الذي يعض على الجراح ويصمد، عن شعب غزة الذي خذله الجميع ولم ييأس، عن شعب غزة الذي يتعافى ذاتيا من دون منة أحد. مشهد اليوم لفيديو متداول يظهر أماكن تعرضت للقصف في غزة كيف استحالت خالية من الركام بفعل سواعد وأيادي أهلها. نتابع المشهدية لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى المشهدية مشاهدينا الكرام. ما تتوالى فصول العلاقة بين جوجل والاحتلال الإسرائيلي، جديدها ما كشفته مجلة أمريكية عن شراء إسرائيل إعلانات جوجل في إطار حملتها لتشويه وشيطنة النروة. نتابع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن المستشار والبحث في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الأستاذ بلال أسعد. مساء الخير وأهلا بك معنا في المشهدية. نسأل بداية عن شراء هذا النوع من الإعلانات الذي يتضمن إساءة وتشويه لجهة ما، نتحدث عن وكالة الأنروا. نسأل بداية، هل في قانون الشركات يسمح ببيع هكذا إعلانات تشوه صورة جهة ما، ولا سيما أننا نتحدث عن وكالة تابعة للأمم المتحدة وكالة الأنروا؟ تحياتي لك استاذ احمد واهلا وسهلا للساده المشاهدين. للحديث عن هذا الموضوع خلينا نتكلم عن موضوع نقطه مهمه بما تسمى التضليل التقني.
لكل شركة سياسات مختلفة بإظهار الإعلانات وطريقة إظهار الإعلانات وطريقة قبول الإعلانات لأمر أو لآخر. من هذه الشركات شركة جوجل عندما تقوم بعمل أو عرض إعلان على هذه الشركة، تقوم الشركة بمراجعة الإعلان وقبول الإعلان أو رفض الإعلان. التغليل التقني هنا يحدث في هذه المرحلة. أنا أقوم بعمل موقع محدد، عنوان الموقع أو السطور الأساسية للموقع يتحدث عن أمر مختلف عما يكون من ضمن أو مضمون المقالة أو مضمون الحديث. لأضرب لك على سبيل المثال حتى يسهل فهم هذا الموضوع، أنا سأقوم بطرح كتاب لك لتقوم بإعلانه عن طريق برنامج المشهدية أو عن طريق هذه اللقطة. سأكتب في عنوان الكتاب رحلة الذهاب إلى بريطانيا، ولكن في مضمون الكتاب أنا أصلاً أتحدث عن الإساءة لدولة بريطانيا مثلاً، أو الإساءة لطريقة العيش أو المعيشة في بريطانيا. فبالتالي أنت لم تذهب وتتعمق في داخل الكتاب، ولكنك رأيت أو قرأت الفهرس أو قرأت العناوين الأساسية وقبلت على ذلك هذا العنوان أو هذا العرض. يعني بشكل آخر، اعذرني على المقاطعة لنفهم أكثر أستاذ بلال، يعني تم تضليل شركة جوجل أيضا من قبل هذه الطريقة؟ هناك طرق يتم فيها تضليل شركات لعرض إعلانات محددة، ومنها أيضا هناك كثير من القراصنة، قراصنة الإنترنت والهاكرز، يقوموا بتضليل كثير من محركات البحث وكثير من الشركات لنشر إعلاناتهم. أنا لا أذكر هنا أن من قام بنشر هذا الإعلان الذي يخص وكالة الأونر وغيرها بأنهم قاموا بتضليل جوجل أو غير ذلك. طريقة العمل أو طريقة نشر هذا الإعلان أو قبول هذا الإعلان لنشره بالنسبة لي ليست معلومة بأي سياسة قامت بها جوجل، لكن من ضمن سياسات الإعلان في جوجل أنها لا تسمح بتشويه سمعة شخص آخر أو بتشويه سمعة جهة أخرى حكومية. هذا ما كنت أريد أن أحصل عليه من جواب أستاذ بلال، وبالتالي يعني يمكن القول أنه طالما هذا في قانون شركة جوجل طبعا كما تقول حضرتك، يمكن القول أنه هذه الشركة هي متواطئة مع إسرائيل من خلال السماح بشراء هكذا إعلانات تشوه صورة وسمعة الوكالة، وكالة الأونروا. ممتاز، سؤالك ممتاز جدا، وفي في في نقطة حساسة جدا. الآن من يقوم بقبول الإعلانات ليست هي كشركة كاملة، ولكن هناك جزء من الشركة هي المتخصصة في قبول الإعلانات أو رفض الإعلانات. كيفية تم قبول الآلية التي تم فيها قبول هذا الإعلان ونشره على المنصة مجهولة، لم تقم بإعلانها الشركة ولم تقم بعرضها شركة جوجل للعامة أو لكافة المستخدمين للاطلاع عليها أو لقراءتها أو لمعرفتها. قد يكون هناك انحياز لشركة مع جهة ضد أخرى. لأبدأ في البداية، نحن نتحدث عن حرب حصلت ما بين طرفين متخاصمين أو متحاربين. في سابق الأوان قبل العصر الرقمي والعصر الحديث، كان الحرب الإعلامي يكون عبر وسائل ورقية، وسائل كتب ووسائل جرائد ورقية وما غيرها من أمور. لكن في العصر الحديث أصبحت الحرب الإعلامية بشكل كبير أقوى من الحرب الموجودة على أرض الواقع. فمن ينجح أو من يربح بالحرب الإعلامية سيحل على الطرف الآخر ضغط كبير جدا من ناحية إعلامية، من ناحية المواطنين في دول أخرى أو المستخدمين لدول أخرى. فبالتالي قد نرى انحيازات لبعض الشركات لجهات ضد جهات أخرى. قد كما نرى هناك كثير من شاشات التلفاز مثلا، كثير من المواقع لها انحيازات لجهة ضد جهة أخرى. فبالتالي تنطرح الفكرة نفسها وذاتها على منصات التواصل الاجتماعي، كما رأينا مثلا منع منصة تيك توك من الولايات المتحدة الأمريكية لسبب مشابه للسبب الذي ذكرته الآن، لعرضها كثير من الإعلانات أو كثير من المقاطع التي تري الحقيقة ما يحصل على أرض الواقع. فهناك وجهة نظر قد تكون صحيحة، وقد تكون هذه الشركة متواطئة فيما يحصل من إعلاناتها أو عرض هذه الإعلانات، لكن الطريقة التقنية التي نعرف بها أو طيب. نؤمن بها أه. وقد يحصل تضليل تقني عند طرح هذا الإعلان طيب. لمن يراجع واضح. هذا الإعلان لوضع فتم الموافقة عليه. سؤال أخير وباختصار في أقل من دقيقة لو سمحت، هل يمكن محاسبة أو مقاضاة شركات كبيرة كشركة جوجل إذا ثبت أنها متورطة ومتواطئة في هذا الإطار وساهمت في تشويه صورة وكالة كوكالة الأونروا أو أي جهة دولية معينة؟ بكل تأكيد يحق لأي شخص
يعتقد أنه تم الإساءة بحقه أو الإساءة لسمعته بمقاطعة أي طرف قام بالإساءة له. ومن أبرز هذه الأمثلة وهذا المثال اللاعبة الجزائرية التي تم إساءة لها عن طريق التواصل الاجتماعي، وقامت برفع شكاوي وقضايا على عدة أناس ومسؤولين أو عدة منصات تواصل اجتماعي أيضا. فمن من 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 أبرز الحقوق أو من أبسط الحقوق لأي كيان أو لأي منظمة الدفاع عن نفسها برفع قضية أو بمقاضاة شركة تعتقد أو تؤمن لديها إثباتات أنها قامت بالتواطؤ مع جهة أخرى ضدها لتشويه شكرا سمعتها. جزيلا لك على المشاركة معنا في المشهدية الأستاذ بلال أسعد، مستشار وباحث في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كنت معنا من لندن. وثقت الصحفية المقدسية لمغوشة في أعمال فنية تجربتها في الحبس المنزلي الذي دام 10 أشهر في منزل عائلتها في حي الشيخ جراح في القدس. منعت لما خلال هذه الفترة من التواصل مع العالم الخارجي، فكان نتاج هذا المنع 31 لوحة فنية بألوان الزيت والأكريليك احتضنها معرض حمل عنوان أم تحت الإقامة الجبرية في رام الله. قدمت لما في هذا المعرض باكورة أعمالها بعد معاناة مع هذا النمط من الاعتقال، فأتت الرسوم تعبيرا عن روح التحدي والعصيان. شفت كيف بدخل الفن وبيحكي عن المعاناة؟ يعني دائما عم نحكي عن المعاناة بطرق مختلفة، بس هالمرة لما وضحت المعاناة بالفن فكان كثير معبر، في أشياء كثير جد يعني ما بدها كلام، بس بتطلع على الصورة بتوصل كل الصورة. شفت كثير شغلات بتجسد الواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام، بتحكي عن الأسر وعن معاناة الأسيرات تحديدا، الأسيرات الفلسطينيات ومعاناتهم داخل السجون من كثير نواحي، سواء من ناحية الأمومة والاشتياق. في كثير لوحات بتحكي إنه هنا كيف الأم الفلسطينية بذكروها في أولادها في السجون، كيف جد المعاناة للمرأة الفلسطينية كأنثى، إنه وإحنا كإناث إن هيك الخصوصية الخاصة، فكيف عم بتم انتهاكها بدون يعني لا حقوق تحمينا ولا إشي. فحياتنا احنا تحت الاحتلال لا حياه، لا يعني ما في حياه تحت الاحتلال. للي مش فاهم ايش هي القضيه الفلسطينيه تحديدا الاسرى والاسيرات، بنصحه يجي على هذا المعرض لانه كثير معبر وكثير فيه لوحات شامله. حول هذا الموضوع تنضم الينا من القدس المحتله الصحفيه والاسيره المحرره لما غوشه. مساء الخير سيده لما، اهلا بك معنا في المشهديه. بداية، ماذا يعني أن تكون الأم تحت الإقامة الجبرية، وكيف ينعكس هذا الحبس المنزلي في القدس بشكل عام على حياة الأسرة؟ نعم، الإقامة الجبرية هي عقوبة استعمارية تم توارثها من الانتداب البريطاني، وتم استخدامها تحديدا تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس وفي الداخل المحتل. خطورة هذا النوع من العقوبات أنه قد يعتقد من بعيد بأن هذا النوع من العقوبات هي عقوبات ناعمة أو بسيطة أو سهلة، ولكنها في الحقيقة هي عقوبة قهرية، وهي تحاول أن تخترق المساحات الحميمية في داخل الأسرة الفلسطينية والعائلة، بصفة الأسرة أو العائلة هي المكون الأساسي في المجتمع الفلسطيني، هي المكان الآمن والمكان الذي يبدأ فيه الفرد حياته، وبالتالي يتشبع بالقيم والأفكار والمبادئ من داخل هذا البيت. والبيت أيضا يعني الوجود ويعني الوطن الثاني بالنسبة للفلسطينيين. فتأتي هذه العقوبة لكي تحول كل المشاعر الفطرية الإنسانية الطبيعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى فينا كبشر، كمشاعر الحب، الأمان، الخوف، إلى أدوات سيطرة وتحكم ورقابة، ويتحاول أن تخترق النسيج الخاص في الأسرة وتعمل على يعني تنشئة الصراعات الاجتماعية بين أفراد الأسرة عندما تقوم بتوظيف أحد أفراد الأسرة كالأب، الأم، الزوج أو الزوجة ليلعب دور السجان بين قوسين أو الجلاد أو المراقب للأسير في داخل بيته. لذلك
من هنا أهمية الحديث عن هذا النوع من العقوبات المستخدم بكثرة تجاه الفلسطينيين في القدس تحديدا وفي الداخل المحتل أكثر من مناطق الضفة الغربية، نظرا لأن القدس والداخل هي مناطق مسيطر عليها وفيها سيطرة أمنية عالية جدا مقارنة بالمناطق الأخرى في الضفة الغربية. فيعني أن تكون أم تحت الإقامة الجبرية يعني أنك ليست الأم هي الوحيدة الموجودة في هذا السجن، إنما الأسرة بكاملها بما فيها الأب الأم الزوج الأطفال تكون أيضا محبوسة في داخل هذا البيت الذي يتحول إلى سجن. وهنا أيضا خطر آخر في محاولة تغيير نظرتنا تجاه البيوت وهي المكان الأساسي للوجود للفلسطيني في داخل القدس تحديدا. بالإضافة إلى ما ذكرتي حضرتك منذ قليل، ما هي الإجراءات التي ترافق الحبس المنزلي عادة، وماذا تقولين عن تجربتك؟ إلى أي مدى كانت قاسية على الصعيد الشخصي؟ نعم، في حالتي لم يكن هناك فقط قرار بالحبس المنزلي، بمعنى لم يكن هناك قرار بمنع التحرك على المستوى الجغرافي خارج حدود المنزل. أيضا ترافق هذا القرار مع قرار آخر بمنع الاتصال والتواصل، بمعنى ممنوعة من الحديث مع العالم الخارجي ومحاولة سلخي من محيط الاجتماعي كوني صحفية وأتواجد أيضا دائما في الميدان وأحاول أن أنقل رواية المهمشين والمهمشات وأبرزهم الشهداء والأسرى. فبالتالي التكميم كان أيضا على الأفواه في حالتي، بمعنى كانت هناك محاولة لإقصائي عن الحيز الاجتماعي العام ومحاولة لإخراسي عن نقل هذه الصورة، وليس فقط أنني ممنوعة من التحرك على المستوى الجغرافي. هذا أيضا بالإضافة إلى أن الحبس المنزلي عادة يتم يعني مرافقته بوضع إسوارة إلكترونية، هذه إسوارة هي أداة رقابية تكنولوجية تتيح لإدارة السجون بمتابعة الأوضاع الحركية الخاصة بالأسير، بمعنى إذا قام الأسير بمغادرة حدود المنزل وهي الحدود المسموحة له عادة، أداة تتبع يعني تعرف مكانه في كل تحول. تماما، فهي محاولة للسيطرة ومحاولة فرض الرقابة ومحاولة أيضا لخلخلة النسيج العائلي الخاص بالأسرة الفلسطينية. حضرتك صحفية سيدة لما طبعا، وربما لست رسامة، لكن لماذا اخترت التعبير من خلال هذه من خلال الريشة، من خلال الألوان للتعبير عن ما مررت به خلال هذه التجربة؟ ببساطة أنا نعم أكرر، أنا صحفية لاجئة للفن ولست فنانة ولا أطمح أن أكون فنانة، ولكن ببساطة الأدوات التي كانت متاحة لي خلال فترة وجودي في الإقامة الجبرية هي فقط الكتابة القراءة والرسم، وهي أداة استحدثها عقلي من خلال الخيال، يعني كانت مجرد فكرة خيالية وقمت بتحويلها لواقع. ببساطة اعتبرت الريش والألوان واللوحات هي أدوات مقاومة، أدوات تمرد، أدوات عصيان، أدوات صمود، ساعدتني على التعافي، ساعدتني على المقاومة، ساعدتني عن التعبير عن كل المواقف التي مررت بها والتي لا تمثلني شخصيا بالمناسبة، بالعكس هي تمثل حال كافة الأسرى والأسيرات سواء في السجون الفعلية أو في الحبس المنزلي. لذلك كل لوحة كانت تجسد موقف معين أو شعور معين كشعور الغضب، القهر، الصمود، التحدي، وكلها مشاعر يمر بها الأسير خلال فترة وجوده في الحبس المنزلي، وتوثق أيضا الصراعات النفسية التي يمر بها الأسير أو الأسيرة داخل الحبس المنزلي. نعم. والتناقض الدائم ما بين رؤيته لأهله وهم أكثر الأفراد قربا منه سواء على مستوى الدم أو حتى في الحيز الحميمي الخاص به، أو على المستوى الآخر إنهم قد تحولوا لأدوات مراقبة تم توظيفهم من قبل السجان. فكانت رسالة الأساسية من المعرض أو من الكتابة هي محاولة فتح هذا النوع من العقوبات ونزع عنه الصفة الناعمة أو الصفة البسيطة، وإرسال رسالة لكل شخص في مدينة القدس أو في الداخل المحتل يقوم الاحتلال بتوظيفه لكي يلعب دور السجان أو لكي يكون أداة مراقبة على الأسير أو الأسيرة في داخل البيت، أن لا يقع في فخ هذه العقوبة وأن يكون رحيم على الأسير والأسيرة ويساعده على الخروج من هذه العقوبة بأقل
الأضرار طيب. الممكنة. سيدة لما سؤال أخير لو سمحتي، منذ قليل حضرتك قلت أنه أنت لست فنانة، مجرد هواية فيما يتعلق بالرسم. إذا ما نظرت إلى بعض الرسومات التي رسمتيها سابقا قبل الحبس المنزلي واللوحات التي تبعناها منذ قليل في هذا المعرض التي كانت خلال تجربتك من الحبس المنزلي، ماذا تقولين؟ أي نوع من المقارنة نكون أمامه؟ إلى أي مدى هذه التجربة ولدت فيك الإبداع وطورته ربما؟ نعم، يعني أستنتج من خلال هذه التجربة بأن الألم والقهر دائما يكشف عن أماكن غير مرئية لدى الإنسان، أماكن لا يكتشفها الإنسان إلا عندما يكون في موقف معين. والكثير من الفلسطينيين سواء في السجون الصغيرة سجون الاحتلال أو في سجن فلسطين الكبير دائما يبدعون في اللجوء إلى مناطق غير مكتشفة في ذواتهم لحماية أنفسهم وللمقاومة، سواء من خلال الكتابة في داخل السجون، الرسم في داخل السجون، الأعمال اليدوية وخارج السجون أيضا. أنا استطعت أن يعني أستخدم كل حواسي وكل قدراتي الفنية البسيطة والمتواضعة لكي أنقل الصورة وأعبر عن الفكرة، وهو معرض سياسي وليس معرض فني، ينقل ويحمل الأفكار والرسائل السياسية. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في المشهدية. الصحفية والأسيرة المحررة لما غوشة كنت معنا من القدس المحتلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام المشهدية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.